الحمد لله شفنا اليوم يعني التحضير كان جيد للمقابله، والحمد لله جاء الفوز. ان شاء الله انطلاقه جيده للفريق الوطني. 10 على 10 للجماهير اللي ساندت الفريق الوطني يعني مده 90 دقيقه، ونعرفوا على كل حال حب جماهير الجزائريه للفريق الوطني. كل الطاقم اللي عمل يعني وسهر على هذا التحضير، نشكر ايضا سلطات يعني ولايه البليده على راسهم سيد الوالي وزير الشبيبه والرياضه، اللي يعني مد الاوامر باش يعني الناس اللي خدمت في الملعب هذا تقوم بعمل كبير.